السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب، وفيه سنتابع آخر الاستعدادات للمباراة النهائية، سنتابع أزمة التذاكر، وأيضا جوانب عديدة في رياضتنا على مدى الساعات الماضية وربما الساعات القادمة. البداية كالمعتاد بالعناوين، وفيها محاولات اختراق منظمة تعطل بيع تذاكر نهائي الدوري، 200,000 طلب في الساعة الأولى توقف النظام وتؤجل البيع، صلة تعتذر عبر الملعب وتؤكد استعدنا السيطرة ظهرا، المؤهل العلمي وشهادة التدريب تثيران جدلا بين الرياضيين في جدة، مطالب مالية تثير أزمة بين وليد عبد ربه والشباب قبيل مواجهة الحسم، الاتفاق يواصل صدارة مجموعته آسيويا ويعلن التأهل للدور الثاني. أهلا بكم، كانت هذه العناوين في التفاصيل. سنتابع الكثير من الجوانب في هذا الإطار أو في كل ما ورد من العناوين. في المستهل أرحب بضيفي الكريم هنا في الرياض، الزميل والزميل الإعلامي الأستاذ سلطان رديف من صحيفة الرياضية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وأهلا بالأخوة المشاهدين. سعداء بتواجدك سلطان. بالعكس، أنا أسعد الله. بعد قليل سينضم لنا من جدة عبر الأقمار رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة عبد الله فلاتة، أمل أن يكون معنا بعد لحظات. في جدة أزمة تذاكر شهدتها الساعات الأولى من صباح اليوم، الموعد المحدد لشراء تذاكر نهائي دوري زين للمحترفين تعطلت كافة المنافذ الإلكترونية، ولم يتمكن الجمهور من تنفيذ طلبات الشراء، حيث مما وضع الشركة في موقف محرج بعد أن تبين أن أكثر من 200,000 طلب شراء تلقتها مواقع الشركة خلال الساعة الأولى، وهو ما عزاه مسؤول الشركة إلى أنه محاولة اختراق منظمة لموقع الشركة تزامن مع الساعات الأولى التي حددت لبيع التذاكر إلكترونيا. شركة صلة كانت قد أعلنت عن أن الساعة السادسة ستكون هي الموعد المحدد لبيع التذاكر إلكترونيا، لكن ذلك تأجل إلى الثامنة، ثم بعد ذلك إلى الثانية عشر، ثم بعد ذلك إلى الثانية ظهرا. سلطان، أزمة تذاكر، قبلها سنستوضح الأمر من المدير التنفيذي لشركة صلة الأستاذ أحمد محتسب. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا. مساء الخير أخي رجل الله، ومساء الخير الأخ العزيز سلطان، ومساء على جميع المشاهدين والمستمعين بكل خير. أهلا وسهلا. ما الذي حدث اليوم؟ الموعد كان الساعة السادسة، الكل اشتكى من عدم قدرته على الحصول على إذن أو تنفيذ للطلب الذي يقضي دائما بالشراء إلكترونيا، ما الذي حدث؟ هو باختصار أخوي رجاء، اليوم كان في إقبال شديد جدا 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 على عملية شراء تذاكر وحجز التذاكر إلكترونيا. صراحة يعني كما هو الحال في أي يعني في أي مكان أو أي حدث يصير فيه زحام، صحيح، يحدث هناك بطء وتعطيل. فاللي صار اليوم يعني يمكن كلمة اختراق ما يمكن ما تكون الكلمة الدقيقة. هي يمكن محاولات أو تعطيل أو إثقال للنظام. كيف النظام فعلا فتح الساعة 6 الساعة السادسة صباحا، ولكن خلال 12 أو 15 دقيقة كان في أكثر من 160,000 محاولة لتنفيذ عمليات. هذه العمليات مقسمة ما بين عمليات شراء وعمليات حجز وعمليات إنشاء أسماء مرور أو أسماء عبور وتسجيل في الموقع. فهذه كلها كانت تصير في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. طبعاً هذه كلها لما تصير في نفس اللحظة بيسبب بطء، زي بالضبط يعني يمكن إذا صح التعبير، إذا كنا نتكلم عن طريق سريع أو خط سريع من 4 أو 5 خانات، إذا فاضي وما في وقت ذروة
فأنت ممكن توصل مشوارك في 10 دقائق ربع ساعة، أما إذا زحمة ووقت ذروة ممكن ياخذك ساعتين، وهذا اللي كان بيصير. مع هذا كله طبعا اضطرينا إنه إحنا يعني نقفل أو نوقف عملية البيع حتى يتم تفريغ هذا الزحام ويتم يعني طبيعي أن يحدث هذا. معلش خلينا نتوقف عند هذه النقطة، طبيعي أن يحدث 160 ألف طلب في 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 هذا التوقيت 12 دقيقة؟ والله أنا ما أشوف إنه طبيعي للأمانة، ليس طبيعي. ما أشوف إنه طبيعي لسبب، لأنه الأجهزة عندنا كشفت لنا إنه هذه عملية منظمة، ففي بعض الأجهزة موجودة أو في تقنيات موجودة تحدث بعض يعني تحدث نوع من أنواع الازدحام أو يسمى الفيرتشوال ترافيك، يعني هو ازدحام وهمي. فهذا يعني بعض المواقع تستخدمه لزيادة عدد المتابعين وزيادة عدد القراء اللي فيها حتى تطلع من عندها تقارير، ولكن يعني أنا شايف إنه ما هو طبيعي أبدا. ولكن يعني تراه الله ما شاء فعل، يعني أنا أعتذر للجمهور، أعتذر للجمهور الكريم عن ما حدث اليوم، والحمد لله إحنا قدرنا إنه إحنا يعني نرجع نسيطر على الوضع. ومع هذا البطء كان الموقع بينفذ 200 عملية بيع وحجز في كل 10 دقائق، يعني عدد التذاكر المطروحة 8600 تذكرة، يعني أنا أتوقع أنها على وشك أنها تنتهي، يعني هي ما انتهت بس أنا أتوقع أنها على وشك أنها تنتهي. إحنا في الشركة قررنا أنه إحنا نوقف البيع الآن، يعني مع بداية البرنامج توقف البيع حتى يتم عمل يعني أبديت وتحديث للبيانات وتفريغ للازدحام اللي موجود. يعني الازدحام لازال مستمر؟ طبعا الازدحام لازال مستمر، بس ليس بنفس المشكلة اللي كانت الصباح. لا ما هي ليس بنفس المشكلة اللي كانت موجودة في الصباح. والموضوع الآخر أنه سبحان الله رب ضارة نافعة، يعني في السابق كانوا كثير من الإخوان والكثير من الأشخاص يعني يتذمروا أنه التذاكر نفذت بسرعة شديدة جدا وفي خلال أول ساعة أو ساعتين. هذا الازدحام بطريقة أو بأخرى يعني خلى البيع متواتر، يمكن كل ساعة أو كل فترة كان في عملية. لكن المسألة كانت مملة للجماهير أو لمن يريد الشراء، هذا أكيد. وما في شك يا أخوي رجل، لو أنت رايح محل، المحل هذا يعني 4 متر في 5 متر وفي 1000 واحد واقفين سيرة، أكيد صحيح راح تمل. طيب. يعني ما الزحام في كل مكان صحيح. ممل. لا صحيح هذا الكلام، لأن سأعود لهذا الازدحام، لكن الآن بس على الوضع الحالي كم عدد التذاكر التي تم بيعها؟ والله حتى هذه اللحظة بالضبط، يعني قبل ما تتصل فيها وتطلع على الهواء كان الأخوان قاعدين يحصروا الأعداد النهائية، فما عندي عدد نهائي، ولكن أنا اللي أعرفه إنه يعني فوق 5000 تذكرة انباعت، ماني متأكد من الرقم بالضبط، في إقبال كبير جدا جدا جدا. 5000 قليل أستاذ أحمد إذا ما قورنا بالوقت. على فكرة كل المطروح يعني اللي إحنا قاعدين نتكلم عليهم هذول 200 وشوية ألف اللي دخلوا في أول ساعتين، ترى هذول قاعدين يحاولوا يسجلوا عشان يشتروا 8600 تذكرة. هذه التذاكر المتبقية المطروحة في الإنترنت بعد شراء الأندية للحصص حقتها والطلبات حقتها. فالزحمة هذه كلها ترى على 8000 على 8600 تذكرة، فطبيعي انه يصير هذا يعني خلينا نسميه تكدس الكتروني او تزاحم الكتروني او تدافع الكتروني، لانه العدد الموجود لا يوازي الطلب باي صحيح. شكل من الاشكال. طيب الساعه كم عادت الامور لسيطرتكم بشكل جيد يعني واصبحت طبيعية أو أشبه ما تكون بالطبيعية؟ حوالي الساعة 2، حوالي الساعة 2 الثانية ظهرا. اي واحنا على فكرة يعني في نسبة كبيرة، في نسبة كبيرة من التذاكر هذه هي تذاكر محجوزة بحسب نظام الحجز. طبعا راح يكون آخر فرصة لأصحاب هذه التذاكر انهم يستلموها ان شاء الله بكرة الخميس عند منتصف الليل، وإذا لم تستلم هذه التذاكر سيتم طرحها مرة أخرى عن طريق النظام يوم الجمعة. طيب. حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد من الجمهور أنه يشتري تذاكر ويحضر المباراة. طيب الآن فترة البيع ستستمر إلكترونيا؟ نعم فترة البيع إلى متى؟ ستستمر إلكترونيا إلى متى؟
حتى نفاذ 8000 تذكرة؟ طبعا حتى نفاذ 8000 تذكرة. طيب أسألك عن هذا الأمر بالذات، يعني أنتم كشركة وتعرضون مثل هذه التذاكر إلكترونيا، أكيد لازم يكون في أذهانكم أنه عمليات الاختراق تحدث، ألا توجد حماية كافية لهذا البرنامج بحيث أنه ما يمكن تتعرضون لمثل هذا الأمر؟ يعني نظام والله الحماية ضعيف إلى والله هذه الدرجة والله التي يخترق خلال 12 كل ما دقيقة؟ في استطاعتنا، ولكن أنا أستغرب أنه حدثت في هذه المباراة تحديدا، لأنه إحنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في مباراة الاتحاد والأهلي الأولى اللي كان فيها تدشين النظام، الحمد لله النظام مشي بشكل سلس وبشكل جيد. بعد كذا كان في مباراة كبيرة جماهيرية اللي هي مباراة الأهلي والهلال، بعد كذا مباراة الاتحاد والهلال، بعد كذا مباراة الأهلي والاتحاد مؤخرا، وهذه المباريات كلها كانت فيها ضغط كبير جدا، ولكن النظام مشي بشكل جيد. فالنظام اعتقد انه استطاع انه هو يتحمل هذا الضغط. ولكن انا اعطيك بس معلومه بسيطه او رقم بسيط. اليوم في قمه الضغط وقمه الذروه وصل عدد محاولات الدخول والتسجيل في الثانيه الواحده الى 3000 محاوله في الثانيه الواحده، في الثانيه 3000 محاوله، على الرغم من انه في مباراه الاهلي والاتحاد الاخيره النظام تحمل 2000 محاولة دخول في الثانية. فيعني أعتقد أنه هذه أرقام، يعني ما هي أرقام طبيعية أبدا يعني. فبالتالي يعني صراحة ما أعرف أكثر من كذا إيش اللي ممكن نسويه، خاصة أنه عدد التذاكر محدود جدا جدا. طيب أستاذ أحمد، أصلا النظام خلال الدقيقة الواحدة يفترض كم يستطيع أن ينفذ طلب شراء؟ هو المسألة ما هي مسألة ما تحسب دقيقة، إحنا يعني قاعدين نعطي إحصائيات بالدقيقة أو بالثانية حتى نبين كمية الضغط، ولكن هو ما في معادلة واضحة لكم شخص يستخدم. لا في الظروف العادية، بالثواني خلينا نتكلم، في الظروف العادية كم يكون، يعني كم يستطيع ان ينفذ؟ ما في معادله، او ما في معادله واضحه، ما في معدل واضح، ما في معدل واضح، او ما في او ما في او ما في عرف، ما في عرف واضح يعني. طيب مره اخرى اسالك، لماذا انتم دائما الساعه السادسه صباحا؟ هذا التوقيت اليوم بالذات كان يوم دوام مثلا، يعني الساعه السادسه توقيت غير مناسب حتى للجماهير. والله احنا على تم استعداد انه اذا كان في استفتاء من الجماهير او في طلبات من الجماهير باقتراح وقت معين، احنا ما عندنا مشكله. انتم اخترتم هذا التوقيت لغرض معين؟ لا، مو هو الغرض معين، انه يعني نتيح الفرصه من بدايه من يعني من بدايه اليوم، بدل ما هي 12 في الليل الصباح نخليها يعني نعطي الموظفين، يعني صراحه الموظفين بدل ما يبداوا من 12 بالليل ويستمروا، اليوم من 6 الصباح او 5 الصباح هم موجودين، الى الان ما تركوا المكتب في حاله استنفار الحقيقه. فيعني ما عندنا مشكلة إنه إحنا نغير التوقيت أو تغيير التوقيت، هذا ما في إشكالية كبيرة يعني. طيب الآن الحديث كله عن كيف يعني شركة مؤكدة أنها على الأقل تستقبل مثل هذه الطلبات، هذا أمر طبيعي في الأيام العادية، لكن نظام الشركة لا يفترض أنه لديكم حماية كافية لهذا النظام أن يخترق، لأن هذا أمر متوقع. لا بس هو النظام ما اخترق، هو النظام حمل، يعني اليوم حمل اضعاف الطرق السريعه. اذا انت ماشي بطريق الملك فهد وعليه 5 سيارات او عليه 100,000 سياره، راح يكون في فرق كبير في مدى يعني الوقت اللي ياخذك عشان توصل المكان اللي انت تحتاجه او المكان اللي انت تبغاه. مو معناها انه الشارع او الطريق سيء، هو ضغط. المره اخرى اعود لك، واضح ان الامر اتضح امامكم، ظهر امامكم انه عمليه منظمه. صحيح، عملية منظمة، واتمنى انه احنا نقدر انه نتلافاها في المستقبل. هل هي طلبات شراء وهمية مثلا؟ نعم، هي طلبات شراء وهمية. طيب اعود مرة اخرى للفريقين، قلت انت ان التذاكر اعطيت لهم، كل فريق استلم حصته، صحيح؟ لا، مش كل فريق استلم حصته، نادي الشباب تقدم باستلام او تقدم بطلب شراء حصته، والنادي الأهلي طلب شراء مجموعة من التذاكر وليس كامل حصة، وعشان كذا كان في الباقي موجود أنه ينطرح للبيع في الإنترنت. ما في شيء سينطرح خارج هذا الإطار؟ لا. طيب سلطان رديف معي هنا، بود أن يسألك، تفضل سلطان. لا بالعكس، ويمكن أكثر الـ الكلام اللي كنت بسأله جاوب عليه أستاذ أحمد.
ما عاد في شيء طيب. يستحق الذكر. شكرا جزيلا لك استاذ احمد، احمد محتسب المدير التنفيذي لشركه صله، شكرا جزيلا على تداخلك حديثك، اوضح ان الامر كان منظما وانها طلبات شراء وهميه كانت تلقاها النظام او نظام البيع في الشركه اليوم في موقع الشركه. سلطان لك تعليق. اولا هذه الحادثة عطلت اليوم الشراء، أشياء كثيرة حدثت. أنا لابد أني أنظر للخلف قليلا. هل في الفترة الماضية عندما بدأت شركة صلة في تنفيذ البيع عن طريق الموقع الإلكتروني هل صار في مشاكل؟ ما أعتقد أن خلال الفترة الماضية كان في مشاكل. هو قال أنه ما في، ما كانت. والأمر الأول لا ننسى أن هذه تجربة جديدة، أول شيء نشكر صلة أنها استطاعت أن تضع لنا هذا النظام على أرض الواقع في وسط الموسم. يعني يمكن هذا يعتبر من الـ الاضافات. لكن لماذا هذه المباراه بالذات؟ هذه المباراه بالذات انت لو تشوف ان 160 الف في اول 15 دقيقه هذه احط تحتها خطين صراحه. ولما تجي الان بعد الوقت هذا كله اللي التذاكر انباعت 5000، يعني لا نسبه ولا تناسب. لا نسبه ولا تناسب، يعني 160 الف و5000. وقال انه استعدنا السيطره ظهرا. اي يعني ما استطعنا قبل. يعني ليش ال 160 الف هذول ما قدروا يشترون 8600؟ قال انها كلها كانت طلبات وهميه. طلبات وهميه يعني هذا خلاص، يعني واضح ان يعني المساله منظمه. المساله منظمه ومستهدفه، وفي مباريات قبلها. برايك ما الجهه المستفيده؟ اكثر جماهيريه، ما الجهه المستفيده من تنظيم مثل هذا الامر؟ من صعب انك يعني تلقي بالاتهامات على 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 احد، لكن يعني اتمنى ان يكون لدى صله في المستقبل، يعني اذا وجد، يعني احنا ما احنا مختصين في الموضوع هذا ولا نعرف انظمه الالكترونيه وسيستم العمل فيها وطريقه الحفاظ عليها، ان اذا كان في بدائل او في معالجات او في انظمه او برامج تعالج هذه المشكله، بحيث انه اذا كان والله السيستم يستحمل مثلا 150 200 الف انه يرفع الى اعلى من كذا ليتفادون هم المشكله هذه. ارحب بعبد الله فلات الذي انضم لنا من جده وهو رئيس القسم الرياضي في صحيفه المدينه. عبد الله اهلا وسهلا، لعلك تابعت حديث المدير التنفيذي لشركه صله ومقاله حول عملية شراء وهمية ودخول وصل إلى حد الاختراق لموقع الشركة اليوم، كيف تعلق؟ أولا أمسي عليك وعلى الزميل وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أنا استمعت لكلام الأستاذ أحمد محتسب وسمعت نقطة مهمة أنت تكلمت فيها حقيقة بالنسبة للحماية اللي حصل. يعني حصل حتى أنا الربط ما بين زحمة الشوارع وما بين اللي حاصل أشوف في بعد تماما. هذه التقنيات يعني يفترض أن لها نظام حماية وتستفيد صلة من الظرف اللي حصل اليوم بشكل كبير. إذا هي مسألة يعني شراء وهمية فبالتالي ممكن حتتكرر مرات ومرات ومرات. المهم أنه شركة الصلة تستفيد من اللي حصل بحيث أنه ما يتكرر من خلال نظام حماية وخلافه. إذا تحدثنا عن هذا التوقيت بالذات، قال ان هناك هذا الاختراق كان منظما وهذا البيع كان منظما، كيف يمكن لنا تفسير هذا الامر؟ والله هو يعني كلام غريب، والعدد جدا كبير اللي بيتكلم عنه، يعني كان اختراق منظم وبدأ العدد الكبير، يعني حاجه جدا غريبه. فالمهم الان انه شركه صله زي ما نجحت وانها تنقلنا للتذاكر الالكترونيه وهذا يحسب لها، انها تحاول تتخلص من السلبيات ومن العوائق ومن الشراء الوهمي. لانه من هو الطرف المستفيد في هذه المساله عبد الله؟ والله ما عندنا معلومات بحيث اننا نحكم او نحدد طرف مستفيد من العمليه السلبيه اللي حاصله، لكن هي عموما شركه تتعرض للمنافسه وفي جماهير وفي مباراه في عده اطراف اخرى، لكن مين بالضبط؟ والله للاسف يعني ما اقدر احدد ولا ارمي تهمه جزافا. طيب سلطان لا تسمح لي، والله هل هي اطراف عديده يعني؟ لا شوف، اللي 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 مستفيد يمكن ما يبغى الجمهور يحضر، لا لازم نعرف منه اللي ما يبغى الجمهور يحضر. فالناحيه هذه اتوقع ان كلا الفريقين يبغون الجمهور يحضر. منافسه ما اعتقد ان في شركه الان تنافس صله. يعني الشباب يبغى الجمهور يحضر في هذا؟ اكيد كل ما يبغى الجمهور يحضر. هو حصل على تذاكره، هو حصل على تذاكره ويبغى الجمهور يحضر، بالتأكيد حضور الجمهور ومساندته لفريق الشباب مهمة. بس المهم يا رجال أن أحمد محتسب قال ليس هناك اختراق، لازم نركز. لكنه قال أن المسألة منظمة، ما في اختراق، ولكن في
جهة معينة أو أشخاص معينين أو فئات معينة، حاولت إن 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 إذا السيستم مثلا يستحمل قلنا لك 100 ألف، ممكن إنه يدخل 200 300 ألف على أساس يصير في دروب عند الجماعة، وكانت فكرة جيدة. على اي حال قال ان التذاكر البيع مستمر، لكنه أو تم ايقافه فقط لمراجعه ربما الامور كيف تسير، لكن الثمانية آلاف لابد ان تكون الكترونيه ستطرح وستنتهي. 5 آلاف قال انها انتهت حتى الان. في جانب اخر، وطالما نتحدث عن المباراه نهائي دوري زين تحديدا، قالت مصادر خاصه ان مدافع نادي الشباب وليد عبد ربه رفض الاستمرار في تدريبات فريقه في اليومين الماضيين، مطالبا بحصوله على متأخرات مالية لم تصرف له، مما دفع إدارة نادي لتسليمه اليوم شيكا يتضمن متطلباته المالية مقابل العودة للانخراط في تدريبات الفريق وفقا للمصادر. يأتي هذا قبيل المواجهة الحاسمة مع الأهلي السبت القادم، في حين ذكر المركز الإعلامي بنادي الشباب عن أن الفريق واصل تحضيراته للمباراة المرتقبة والمنتظرة، وأن اللاعبون عاودوا تدريباتهم بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل المدرب ميشيل برودوم، وذلك استعدادا للقاء الأهلي في ختام دوري زين للمحترفين السبت المقبل. التدريبات وفقا للمركز الإعلامي بنادي الشباب اشتملت على تمارين لياقية وتكتيكية ثم تقسيم للاعبين، لم يشر إلى أي غيابات في اللاعبين خلال تدريبات اليوم. لاستيضاح الأمر حول هذا الجانب سيكون معنا وكيل أعمال اللاعب وليد عبد ربه الأستاذ عصام العبدلي، وهو وكيل تعاقدات اللاعبين، لاستيضاح الأمر مباشرة منه حتى نكون على اطلاع أكثر واستيضاح الحقيقة بشكل مباشر وليس الاعتماد فقط على المصادر وما تقوله. سلطان، هل هو توقيت أن تصبح مشكلات كهذه في مثل هذا الوقت بالذات؟ شوف، احنا احيانا بعض اللاعبين ايضا يختارون التوقيت للحصول على مستحقاتهم، اذا كانت مستحقات متاخره فاعتقد ان من حق اللاعب ان يطالب فيها، لكن اذا ما كانت يعني مستحقات يعني تستحق السداد وهي مستحقات مستقبليه او تجديد عقد او كذا، كان يفترض ان اللاعب ينتظر حتى نهايه المباراه. يمكن الاستاذ عصام يستطيع هو ان يحدد لنا هل هي يعني مستحقات واجبه السداد ولا متأخر. عبر الهاتف ارحب بالاستاذ عصام العبدلي وكيل تعاقدات اللاعبين وكيل اعمال اللاعب وليد عبد ربه. عصام، مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور استاذ. اهلا وسهلا. هل فعلا كانت هناك مطالب ماليه لوليد عبد ربه تجاه اداره نادي الشباب؟ ما في مطالب فيهم، وتفاجئوا من غياب الكابتن وليد. سمعنا ابو خالد؟ تفضل تفضل. اي اقول بس اتفاجئ باقرا في تويتر انه اللاعب تغيب عن التمرين مساء يوم الثلاثاء. اللاعب اساسا مجازي ومفترض يعني ما عنده صحيح التمرين. وذكرنا هذا في التدريبات انه او في المركز الاعلامي انه اليوم قال انه اللاعبين عادوا بعد الاجازه. نعم. يعني ما كان في اي غياب للاعب. كان له مطالب ماليه؟ السؤال كان هل له مطالب ماليه؟ سددت. متى سددت؟ ها؟ متى سددت؟ مطالب ماليه سددت. متى؟ يعني جزء منها اليوم وجزء منها قبل اسبوع تقريبا. اليوم يعني استلم اللاعب جزء منها؟ له علاقه غيابه يعني انه عدم حضوره وعدم تمرينه زي ما يثير، مو هي مستحقات ماليه. استلمها اللاعب قبل اسبوع وتم تسديد كامل المبلغ اليوم، جزء من كامل المبلغ اليوم. اليوم يعني تم تسديده جزء من المبلغ المتبقي. هو استلم المبلغ قبل اسبوع بالضبط. كانت متاخره. جزء معين، جزء يعني قليل جدا استلمه اليوم. لانه عدم وجوده يوم الثلاثاء، كان المفروض استلمه الثلاثاء، فاللاعب كان متواجد في جده في الاجازه، فاستلمه اليوم اول ما جاء التمرين. بحسب المركز. لكن حتى الكابتن ناصر اتجه معي جدا يعني. موجبة السداد في هذه الفترة؟ لا لا لا، ما في تأخير، وهي وقتها الآن وقت في تأخير يا أستاذ. رجع يعني التأخير حتى أسبوع أسبوعين يوم يومين، ما أعتقد ما تأثر بأن علاقة اللاعب بناديه. تكلم بشكل عام يعني، ما أتكلم عن الكابتن وليد بالتحديد. لا، خلنا نتكلم عن وليد نفسه.
تفضل. يعني امور انتهت مع ما بقي له اي مطالب؟ اساسا ما في مشاكل ماليه، ما اقول لمصير وليد في عنده مشاكل ماليه، ما في مشاكل ماليه مع وليد. كل الانباء اللي اليوم تم تداولها في المواقع الالكترونيه وحتى في بعض المصادر قالت انه طالب اداره نادي خلال اليومين الماضيين بهذه تسديد هذه المبالغ. المبالغ هذه مستحقه من قبل 3 أسابيع او اسبوعين بالضبط، استلم جزء منها وليد الاسبوع الماضي واليوم اتمرن وليد، وطلع يوم الاثنين عنده اجازه ثلاثاء، طلع الاثنين على جده التمرين. تم تسليم مستحقاته إذن. إيه؟ طيب شكرا لك على أي حال على تداخلك، وأشكرك على تواجدك معي وإيضاح هذا الأمر، لأننا في النهاية نريد إيضاح الأمر من على الاجتهادات في هذه المسائل. سلطان لك تعليق. يعني ما في ذاك التعليق، يعني يمكن لاعب كان له خلنا نقول نسميها مطالب، نسميها مستحقات، نسميها حقوق مهما كانت، يعني كان المفروض أنها تسدد في تاريخ معين وسددت، وحس دخل اليوم حسب ما يقول هو اليوم. اي صحيح. عبد الله فلاتة. والله انا احترم حديث الاستاذ عصام، لكن الواضح انه اللاعب له حقوق متاخره من اداره نادي الشباب، والان بعد ما وفته اداره نادي الشباب طبيعي نحن ديباجه معتاده من وكلاء اعمال اللاعبين، بعد ما ياخذ الحقوق يقول لا ما في متاخره وكله تمام وكله كويس، لا كان واضح انه كان في متاخره. وانا احس في نفسي انه نادي زي الشباب وضعه المادي نحن نشوفه من الانديه الاوضاع الماديه ممتازه، يكون هو كمان عنده متاخرات، بل على غالبيه انديتنا متاخرات، ولما تيجي المباريات الحاسمه ممكن يوفوا اللاعبين وممكن يسلموا مكافاتهم في غرفه الملابس قبل المباراه بدقائق. صحيح. من 3 أسابيع هي مستحقه لكن استلمها اليوم، معناته متاخرات. اي صحيح. معناته متأخر من كلامه، انا استشفيت تماما انه في متأخرات، لكن الان بعد الاستلام النفس راضية. يعني في النهاية انتهت المسألة بعد ان تم تسليم المستحقات. طبعا شوف، لو تسمح لي استاذ رجاء، في الامور هذه بالذات احنا مشكلتنا دائما في الشفافية. يعني ما في مانع ان النادي حتى من قبل شهر يقول انا عندي مستحقات مع اللاعب الفلاني سوف تسدد في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني، حتى لو متاخره، حتى لو كانت متاخره. لو كان في شفافيه اصلا في المواضيع اللي مثل هذه، كان ما تجد انه والله رجل الله السلامي بيطلع يقول والله مصادرنا قالت كذا كذا، كان في بيان صادر اصلا تم تسليم اللاعب الفلاني كذا 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 كذا، ولا تحتاج الى اللاعب هدد ولا ما هدد. هل نعم هي يفهم منها انها فيها تهديد اللاعبين، يقول والله ان اللاعب استلم المبلغ قبل التمرين، يعني لو قال استلم المبلغ وخلاص. يعني تفضل عليك بس. الزميل سلطان يقول الشفافيه وحاجه زي، بس احنا عندنا مراكز اعلاميه، ما اقصد نادي الشباب بشكل عام اتكلم، ضد الشفافيه، ودائما اخبار الحقيقيه والصحيحه في الصحف وفي يعني التكتم على الشفافيه وعلى الاشياء الصريحه والصادقه التي تنشر في الاعلام. اذا تبغاني اروح ابعد من كذا استاذ عبد الله، المراكز الاعلاميه في الانديه للاسف، وانا يعني يمكن اعلامي وانت استاذ رجل الله اعلامي، ان احيانا نبحث عن الاكثر تعصب لهذا النادي ومن ثم اجيبه على اساس انه يمثل جهه الدفاع. احنا ما احنا نحتاج الى جهه الدفاع، النادي لا يحتاج الى جهه انها تدافع عنه. النادي يحتاج الى 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 شخصيات او شخصيه او ناس يعملون في يعني اظهار هذا النادي بشكل جيد اعلاميا، في التواصل مع الاعلام، في طريقه تقديم المعلومه، في طريقه العمل، في تسهيل العمل الاعلامي، لان هذا في الاخير ينعكس وذاك على اساس انه يصير في المركز الاعلامي. اعتقد ان هذا ضد النادي وليس لمصلحه النادي. لكن في النهايه وانتهت قبل تدريب اليوم. يس. عبد الله، كانت هذه المعلومه عندك انت رئيس قسم رياضي. موجوده المعلومات وموجوده معلومات عده، وللاسف كل ما بننشر بصفه عامه يعني بنفاجئ بنفي عاده من المراكز الاعلاميه على الاخبار الحقيقيه، حتى بالنسبه لكلام الاخ سلطان
في محرر يتحول الخبر للصحفي، يعني ما في تعامل مباشر مع وسائل واتعامل بالطريقه اللي انا باجتهاداتي اجيب الخبر وبراحه النادي يتعامل بالاسلوب اللي هو يراه مناسب. المراكز الاعلاميه في الانديه دورها ارفض دائما. استاذ عبد الله، هذه سياسه تقويه شخص معين في هذه الجريده، عشان كذا الاخبار تروح له ما تروح للجريده. متى ما كان الاخبار فاكيد انه يكون له. طيب يعني استاذ رجا مدير مركز اعلام طيب عبد الله اسمح لي فقط اذهب الى فاصل، لكن قبله اذكر ان وكيل اعمال اللاعب وليد عبد ربه قال ان اللاعب عاد للتدريبات اليوم وانه حقوق ماليه في مستحقه قبل 3 اسابيع. الاتفاق آسيويا للدور الثاني في بطولة عماد الحسني النادي الأهلي. أفضل لاعب في الدوري السعودي تيسير الجاسم لاعب نادي الأهلي. أفضل لاعب الموسم هذا خالد الغامدي نادي النصر. تيسير الجاسم لاعب النادي الأهلي. أفضل لاعب هذا الموسم محمد نور نادي الاتحاد. عماد الحوسني النادي الاهلي. افضل لاعب لهذا الموسم عماد الحوسني من نادي الاهلي. افضل لاعب لهذا الموسم فيكتور نادي الاهلي. أرحب بضيفي الكريمين عبد الله فلاتي عبر الأقمار من جدة وسلطان رديف معي في استديوهاتنا في الرياض. الاتفاق في المنطقة الشرقية هذه المرة نجح في الفوز، كان أقل حصة في التهديف هذه المرة، إلا أنه بات بعيدا عن أقرب منافسيه وقريبا من الوصول إلى الدور الثاني في طريقه للأدوار النهائية. نتابع الأهداف ثم نعود.
المباراه كملها الاتفاق او رئيس نادي الاتفاق راح نتكلم السلمي حطها جول من السليم في وقت سليم السليم يسجل هدف ثاني للاتفاق حلوه من زابل السليم تمريره ولا اجمل سليم وسجل هدف سليم 100% سليم يا زامل السليم وبالتالي الاتفاق يستمر في مشواره بشكل سليم من زامل السليم الى هدف هدف ثاني شوف 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 الاتفاق إذن بهذا الفوز بات يواصل صدارته في هذه المجموعة. نتابع ردود الأفعال التي أعقبت هذه المواجهة بعد قليل. سنعود لردود الأفعال. سلطان الاتفاق يسير في الاتحاد في مباريات الاتحاد الآسيوي بثقة يعني حتى في هذه المجموعة أو في الأدوار القادمة. شوف يمكن الأدوار البداية ما أتوقع أن فيها هذه الإشكالية، بس أتمنى أن فريق الاتفاق يعني يستمر على هذا التوهج ويستمر بهذا الطريق نحو تحقيق النقاط والفوز، وإن شاء الله أن الاتفاق قادر ونتمنى له التوفيق. يعني نذهب إلى ردود الفعل التي جاءت من لاعبي الاتفاق نتابع. الحمد لله على هذا الفتاة. أنا كنت متغيب عن تمرين يعني قبل ما يسافرون العيال، كنت متغيب أتمرن بسبب إصابة يعني كانت عندي خفيفة، وما قصر حتى زامل ما قصر وكل جميع ما قصروا يعطيهم العافية وكلنا حنا مكملين لبعض. صالح احنا ما نتكلم زامل فيه خير بركة أيضا، ولكن تحدث كده عامل الخبرة على أرض خاصة بعد تعادل أو مباراتكم على الأهلي اللبناني، تحتاجون إلى نقاط لهذه المباراة لتعويض على الأقل الاحتلال أو البقاء في صدارة المجموعة اللي لعب في دور 16. طيب خلينا أسألك برضو عن مجريات الشوط الأول بصراحة صالح، لماذا تغير الشوط الثاني عن الشوط الأول؟ لا أبد، حتى الشوط الأول كان في مستوى كان في لعب بس ما كان في توفيق، يعني هدرنا فرص كثير، والفرق اللي زي كذا يعني إذا ما تسجل فيهم بدري وتعبنا يعني في الشوط الثاني، يعني هذا اللي حصل لنا ان لعبنا كويس في الشوط الاول وما توفقنا، الفريق لو سجل من بدري كان جات النتيجه اكبر من كذا، بس الحمد لله يعني المباراه الجايه طبعا زي ما تفضلت يعني فوز مهم، جاء متاخر صراحه الاهداف. الشوط الاول مثل ما ظهرنا مستوى مطلوب ارهاق، يعني احنا نلعب كل اربع ايام مباراه ان شاء الله، بحيث ان الان عندنا مباراتين برضو تكون مهمه عشان ناكد صدارتنا ان شاء الله في المجموعه. اتفق على العمق مع الفريق المالديفي، كان اللعب كله في العمق في الشوط اللعب في الشوط الثاني استطعتم تسجلوا ايضا من العمق، توجيهات المدرب شو اللي اختلف فيها من الشوط الاول للشوط الثاني؟ والله لان زي ما تفضلت انت يعني الفريق الخصم كانوا مديت الاطراف مسكرين، يعني كنا الحل الوحيد كنا نلعب في العمق، لعبنا في العمق قدرنا نوصل جول، وبرضه كانت لعبنا على الاطراف وصلنا الجول الحمد لله رب العالمين. اليوم اتوقع ان الكابتن صالح يعني كان له دور صراحه كبير في نتيجه المباراه. كثيرا عندما يطرح اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر في الفيسبوك طرح سياف، انت شو تقول؟ والله شوف كرة القدم هذا الاحتراف، هذا الاحتراف يعني سياف بقى ومشى هذا الاحتراف. اذا مشيت نادي الاتفاق له فضل كبير علي، واقول الله يكتب لي في الخير ان شاء الله. في البعض يتحدث انه في عرض من نادي الشباب لسياف سياف. والله شوف حتى لو ما في عروض، يعني حتى لو رحت نادي الشباب نادي قوي، عليك في ان الان ينافس على الدور الزين. حتى الحين ما في شيء، اتمنى التوفيق ان شاء الله. مع السيد خالد البلطان بعد مباراه الاتفاق كان في حديث ودي بينك وبينه. لا ما في، كنا ممكن نتكلم عن المباراه شيء طبيعي، ما في شيء. عبد الله الاتفاق
وضعيته في هذه المجموعة ممتازة، لكن ماذا بعد؟ يعني الاتفاق واضح أنه حتى في النتائج لا يحقق نفس النتائج التي كان يحققها في الجولات الماضية. أول اتفاق يعني بالأمانة سائر بخطى واثقة، نتائجه كلها إيجابية باستثناء التعادل مع العهد اللبناني اللي كان على أرضنا. وضعه ممتاز الاتفاق، وإن شاء الله المهم أن الفريق يتفعل أداؤه في الأدوار المقبلة، يعني حتكون طبعا أصعب وأقوى من المباريات السهلة. الآن الاتفاق موسم، والموسم هذا بشكل عام موسم ناجح، مدرب متمكن، شاءت الظروف أنه أتراجع في الأخير، والآن يستعيد شكله الإيجابي، وفي دوري كأس الاتحاد الآسيوي يصير بشكل إن شاء الله اتفاق حقيقة لنا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وهي بطولة أيضا مهمة وجاية. لكن هل كان الاتفاق اليوم في مستوى في الأيام الماضية عبد الله؟ لا، ما الواضح انه اطمئن لنتيجة الذهاب على ارض الفريق، ويعني في باقل مجهود تمكن من حسم المباراة، لكن مهم ان الاتفاق يطلع بكل مباراة بشكل قوي، والنتائج الكبيرة في البطولات القارية تمنح الفريق هيبة مهمة. انا قلت لك فعلا تراخي في الاتفاق؟ كيف؟ تراخي في الاتفاق؟ لأن ضمن النتيجة، بالتالي أصبح يعني يلعب على المضمون أو بأقل مجهود. شوف لا، إذا هو يفترض أن يتعامل مع مباراة أنها مباراة حسم، ولا هو لازم يأخذ الثلاث نقاط، ولكن أنا قلت لك أهم شيء أن فريق الاتفاق يستمر في هذا المستوى، ويستمر في هذا العطاء، ويستمر في هذه النتائج. يعني المشكلة أن الأدوار التمهيدية عادة تحظى بنتائج جيدة، ولكن عندما يدخل في الأدوار متوسطة وما بعدها أعتقد أنه يعني يلاقي فرق أشد قوة وأكثر منافسة، ومستواها الفني قد يكون أفضل من فريق الاتفاق، فعشان كده لابد أن يعد العدة من الآن لهذه الفرق. طيب، اقترب نهاية الموسم، بالتالي أصبحنا نتابع تصريحات عن انتقالات اللاعبين. التصريح الأخير لسياف، شوف هذه مشكلة اللعيبة، مشكلة اللعيبة إلى الآن انهم فاهمين الاحتراف خطا، ان الاحتراف انه ممكن ينتقل في اي وقت وكذا. لا، الاحتراف هو قولا وفعلا. يعني يفترض ان دم يسال هذا السؤال بعد مباراه مثل هذه المباراه، يفترض ان يقول هذه الامور لا اتحدث فيها، عندي وكيل اعمال، ليس المكان مناسب لها، مساكن اللعيبه يتحدثون في كل شيء وفي اي مكان، بس يحق له ان ينفي. لكن يفترض ان اللاعب يركز في المباراه او يؤكد، يعني اقصد المفروض ان اللاعب يركز في المباراه فقط. يعني امور ثانيه يفترض ان يتركها للمختصين. يعني مو معقول ان اللاعب يلعب ويدير امور الاداريه والفنيه والماليه. يفترض ان الاحتراف نطبق الاحتراف الصحيح، او لا نتحدث عن الاحتراف بزياده. يعني طيب عبد الله، في الله تصريح سياف لك تعليق عليه؟ تعليق على الزميل سلطان، احنا دي ما نشتغل، نبى ماده مثيره، نبى اللاعبين يصرحوا، لا تقفلوا علينا حقيقه. يعني انا مع الشفافيه، ومع اللاعب انه يتحدث بصراحه عن عقده، وانه من حقه انه ينتقل، بس مو بطريقه لي الذراع. طالما هو احتراف خليه يتكلم عن الانتقال. اللاعبين في كل العالم يتكلم عن الانتقال وعن الاستمرار الى اخره، ونحن في الصحافة في الإعلام المرئي إلى آخره نبقى مادة مثيرة دسمة نتعامل معها، بالذات لما تكون من المصدر نفسه. سلطان، والله هو مع حق من ناحية الصحفية صح، لكن أنت لما تتكلم من ناحية الاحترافية، إحنا نشوف اللاعبين مثلا في العالم يعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه تفاصيل مثلا انتقاله أو تفاصيل علاقته بنادي أو كذا. يعني ما سمعت انا بلاعب بعد نهايه المباراه طلع يتحدث عن انتقاله من نادي الى نادي، او عروض وصلت له، او اني انا راح انتقل او راح ابقى. يعني ما سبق الا يعني عندنا. بس الان يعني ساكن ابو استاذ عبد الله مع حق، يعني لازم ان ماده مثيره، والدليل احنا قاعدين نتكلم فيها الحين. طيب، لكن ايضا الحديث، لان الان احنا في فتره تقريبا نقترب من نهايه الموسم، بالتالي اكيد كل الاجتهادات كل ال وانت تتكلم الدوري خلص، يعني شو منتهي، وكل شيء يحسب على انه ربما انتقال، ربما بقاء، ربما اشياء كثيره. شوف، من حق اللاعب ان يبحث، سواء للاعبين او المدربين سلطان، من حق اللاعب ان يبحث عن مصلحته. يعني هو في النهايه هذا باب رزقه.
فبالتالي لابد ان يعني مع نهايه الموسم اذا ما في حظوظ له جيده مع النادي اللي هو مشارك فيه يفترض ان يبحث عن عروض اخرى وافضل، واذا كان مستواه جيد اكيد ان العروض سوف تاتي اليه. فبالتالي اتوقع ان اللاعبين يعني فتره الصيف تكون فتره ساخنه لهم للانتقال. طيب يمكن في هذا الجانب فقط لدينا واحد من اللاعبين اللي كان لهم انتقالات متعدده بين اكثر من فريق، نستثمر مثل هذا الحديث لنذهب لمتابعه فقره نضعها ايضا وجها لوجه للتعرف على كيف سارت طبيعه هذه التجربه للاعب مثل خالد عزيز، نتابع. يزداد الحماس وتزداد الإثارة في دوري الزعيم بعدما سمعنا عن انتقال نجم النصر الأول سعد الحارثي إلى فريق الهلال، وأيضا خالد عزيز الذي ينتقل إلى نادي النصر. وجه لوجه جماهير النصر وجماهير الهلال في هذا التقرير. طبيعي انتقل اللاعب من نادي النصر إلى الهلال؟ لا بالعكس، في نوع من الحزية، كل نادي له ميوله. من الشيء الطبيعي ان ينتقل لاعب من نادي النصر مثلا الى نادي الهلال او من نادي الهلال لنادي النصر، لان الحين الزمن تغير فيه احتراف. لا طبعا، بحكم ان الناديين منافسين، فاشوف ان اشوف انه ما يحتاج. الجماهير ما تقدر تتقبل يعني ينتقل من نادي الى نادي منافس، لان اللاعب المشهور اللي كسب جمهور محبين وعاشقين ما يقدر يتخلى عن النادي. أو لاحظت أي نادي إنه ينتقل من فريق من نادي لنادي شيء طبيعي، بس بالذات بخصوص النادي مثل نادي النصر والهلال نوع من الحساسية شوي. شيء أكيد يكون حساس، لأنه انتقال لاعب من نادي إلى نادي في ديربي عاصمي يكون يسبب ضجة عند الجمهور في أي لقاء يمر في الدوري في أي مسابقة، يكون في حساسية أكيد. فأكيد أنه يكون فيها حساسية بين الجماهير، لأن مثلا نفس اللي كنت تدافع عنه صار الحين ضدك. أكيد في شيء حساسي، لأن لاعب يكون رقم واحد في النصر ينتقل فريق ثاني هلال، اكيد راح يصير ضجه اعلاميه وضجه بين الجماهير. اي اكيد بتكون حساسيه، لان لاعب كان محبوب بين الجماهير ولاعب نمبر 1 مثل الحارثي ينتقل فريق منافس للدوري السعودي فريق قوي، اكيد بتكون ضجه ويعتبرونه لاعب خاين. ما اعتقد ان راح تصير ضجه اعلاميه كبيره، لانه الحين احنا في عصر احتراف، فصار ميول اللاعب اكثر الى الماده ليس لاشعار الفريق. الزمن ده زمن احتراف، ولا زمن الولاء وان النادي اللاعب يحب ناديه ويخلص ناديه، الحين جاء زمن الفلوس والماده واللي بيدفع اكثر يروح معه. خالد عزيز من يوم انتقل لنادي النصر احس انه من يوم اتى للنادي انضباط يعني قدم مستويات وقدم لعب. اما سعد الحارثي من يوم راح لنادي الهلال احس انه ما قدم مستوى. بالعكس، صفقه سعد الحارثي شيء طبيعي للهلال، وتلاحظ انه يمكن بعض المباريات مع الهلال مو كثير يطلع نتائج ايجابيه. والله انا اشوف نادي النصر هو اللي مستفيد من الصفقه الاخيره اللي من نادي الهلال. شوف ان صفقه النصر افضل. لكن النصر الظاهر انه هو الكسبان، لانه القلب النابض، فاللاعب المحور هو الدينمو هو الجوكر. لا انا بصراحه ما اعتقد ان فيها فائده لا للهلال ولا للنصر. نادي النصر الكسبان، لان يعني محور مثل خالد عزيز على تاريخه على امجاده اشوف نصر الكسبان. بص خالد عزيز اشوف الصراحه محور جوكر ولاعب كبير حيل، واعتبره يعني مثل السياره الالمانيه، لاعب يعطي وما يصدي ولاعب كبير كبير حيل حيل، وهني جمهور النصر وهاردق جمهور الهلال.
هكذا ينظر الجمهور لانتقالات اللاعبين وجها لوجه. هذه ستكون فقرة إن شاء الله أسبوعية نطرح فيها قضية ونتابع كيف يكون الحديث من الجانبين تحديدا حول قضية رياضية متاحة. خالد عزيز وسعد الحارثي في هذه الفقرة كانت في أول ظهور لها، ركان الغيمشي كان هو من تابع. الآراء من الجماهير في الجانبين ترجحت بين موافق بين معارض بين من يصف صفات أخرى ربما لا تليق أحيانا، لكن في النهاية لابد أن نستمع لضيفي الكريمين. نتحدث عن انتقالات اللاعبين، كنا نتحدث عن سياف البيشي، الآن بعد هذه الردود الأفعال هل ترى أن الوسط الرياضي استقبل بعض الانتقالات برحابة صدر أم أنه لازال يحسب لها كثير من الحسابات الأخرى؟ وش هي ملاحظة على التقرير؟ خالد عزيز كان في الشباب ما كان في الهلال، لكنه حسب على أنه كان في الهلال، حسب على أنه في الهلال. شوف استدرجع أنا يمكن أنك أضف الهلال فترة أكثر من الشباب. أيوه هو بداية يمكن في الهلال كظهور لخالد عزيز، لكن أعتقد أنه كان في صفقات أهم من صفقة خالد عزيز وسعد الحارثي. صفقة فهد الشيان مثلا كانت أهم، بس نتكلم عن الفترة القريبة. يقول لا بس لكن فيها لها في صفقات سابقة كانت يعني يمكن أكثر أهمية، ولعيبة كان لهم ثقل فعلا في أنديتهم ولهم جماهيرية كبيرة جدا. الهلال لا زال لديه نجوم، والنصر لا زال لديه نجوم، والاتحاد لا زال لديه نجوم، ولكن هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف. يمكن أنا شوي الجمهور يعني كلمة حساسية هذه يعني يفترض أنها يعني يفترض بعد 18 سنة تجاوزناها. يفترض؟ يفترض. طيب تجاوزنا. عبد الله فلاتة أخذ رأيك في هذا الموضوع. أنا شايف يعني في تحسن كبير عن الماضي، في تنقلات كانت في السابق ما كتب لها النجاح. كابتن خالد مسعد نجم كبير في الكرة السعودية انتقل من الأهلي للاتحاد، محمد الخلاوي نجم موازي ما كان لهم نجاحات، لكن حقيقة خالد عزيز أنا شايف مستوياته جيدة الآن مع الـ مع الـ مع الـ النصر, مع النصر. في القانون عندنا يعني حاجة نقول تغيير بيئة العمل للموظف اللي ما يؤدي بشكل ممتاز، فلما بينتقل من نادي للنادي المنافس بالتحديد بيصير شيء داخلي يعني انه يبرز قدراته. يمكن ابراهيم هزازي لاعب الاهلي كان الاهلي ابعد ولكن حقق نجاح مع الاتحاد، فتغيير بيئه العمل مهمه للنجاح، وترس اكبر واسرع ترسيخ لمفهوم الاحتراف في جزئيه التنقلات هذه اللي بتتم من الانديه المتنافسه وبشده، حاجه ايجابيه وحاجه جيده. عمر الغامدي نجح مع الشباب، خالد عزيز وضعه جيد الآن مع الهلال، سعد الحارسي ماشي بشكل إيجابي مع النصر، إبراهيم هزازي نجح مع الاتحاد، فأنا شايف التنقلات هذه جدا إيجابية جات للاعبين وإيجابية للاحتراف في المملكة. عبد الله أنت رجل قانوني، هذه في أي خطوة من خطوات ما يمكن أن نسميه محاولة تحسين أداء الموظف؟ لما تكتر سلبياته وتكتر مشاكله يتم نقله من موقع إلى آخر، هو مو عقوبة هذا إجراء بحيث تغيير بيئة العمل. لو في محيط عمل إدارة متكاملة فيها عدة سلبيات بعد إنهاء العقوبات وإلى آخره يتم توزيعهم على الإدارات الأخرى، بمعنى استصلاحهم وبيئة عمل تنشطهم وتخليهم يدوا بشكل ممتاز. هي مشكلتنا في استصلحه هذه. لا هو حين يمكن اتهمنا كلنا استاذ عبد الله، ترى كلنا كنا في عكاظ استاذ عبد الله، انا وانت ورجال الله في قسم واحد تغيرنا هذا الاصلاح لنا. هذا تغيير بيئه عمل ايجابي احيانا، ها هذا استقطاب يعني استقطاب. طيب جيد هذه الالتقاط منك سلطان. على اي حال نذهب الى فاصل بعده ونعود للجزء الثالث في برنامج الملعب وفيه نتابع. الأخضر السعودي في المركز 89 حسب تصنيف الفيفا الأخير، واللجنة العامة للانتخابات تعقد الاجتماع الأول وسط تواضع الحضور في جدة. أفضل لاعب هذا الموسم تيسير جاسم نادي الأهلي. أفضل لاعب لهذا الموسم سالم الدوسري نادي الهلال. أفضل لاعب لهذا الموسم إبراهيم غالب نادي النصر. أفضل لاعب لهذا الموسم هو سالم الدوسري من نادي الهلال. أفضل لاعب هذا الموسم نايف هزاز مع الاتحاد. أفضل لاعب بهذا الموسم تيسير الجاسم نادي الأهلي. أفضل لاعب هذا السنة هو ناصر الشمراني من نادي الشباب. أفضل لاعب في نادي الهلال هو اللاعب محمد سلوب. أفضل لاعب لهذا الموسم محمد الشلهوب نادي الهلال. أفضل لاعب في الموسم عماد الحسني لاعب نادي الأهلي.
أهلا بكم في الجزء الثالث من برنامج الملعب، وأرحب بضيفي الكريمين سلطان رديف وعبد الله فلاتة. عبد الله، قبل الفاصل سلطان وضعنا في أننا ربما عوقبنا بأننا خرجنا من مؤسسة واحدة كنا. لا بالعكس، يعني بالتأكيد يعني الواحد سعيد بالمرحلة اللي أمضاها في صحيفة عكاظ، سواء هو الأخ سلطان أو بالنسبة لك يا أبو خالد، هي كلها يعني استقطابات والواحد بيتنقل، والمجال الإعلامي جميل أنك تتنقل من أكثر من مكان، وما كان هو خروج بالإبعاد بقدر ما كان هو الانتقال ليس الانتقال ليس سلبا دائما. لا بالتأكيد أحيانا إيجابي، وفي النهاية الإعلامي المحترف زي اللاعب المحترف، بيجي له عروض واستقطابات لأماكن أخرى يؤدي دوره بنجاح. طيب، في الخبر الآخر الذي نتابعه اليوم، وفقا لتصنيف الفيفا المنتخب السعودي حصل على المركز 89 في التصنيف الأخير له، يأتي هذا بعد أن كان قد خسر الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ربما هو موقع متوقع وربما يزداد أكثر سوءا في أيام قادمة وفقا للنتائج الماضية، وباعتبار المنتخب السعودي ليست لديه مشاركات قريبة في المرحلة المقبلة تحسب في الفيفا. سلطان، نتوقع هذا المركز. والله يا شيخ استاذ رجاء، للاسف احنا، وانا اقولها بكل صراحه، عندما نتحدث عن المنتخب ونتحدث عنه وكأن يعني ما ادري كأن ما هو احنا السبب اللي يصير للمنتخب. يعني حتى على مستوى مناقشات لما يجي مجلس الشورى يناقش قضيه المنتخب وخروج المنتخب وتحقيق البطولات، تجد ان فعلا في فجوه. يعني حتى طريقه عندما تناقش امور المنتخب تجد ان في فجوه، لما يجيك عضو مجلس الشورى يقول لك والله ريكارد يستلم راتب اكثر من 10 وزراء، فهو بالتاكيد ما اطلع، ما يعرف ان والله المدربين العالميين رواتبهم يمكن اكثر من رؤساء دول. صحيح. وهو وزراء. طيب، فبالتالي تعطينا منتخب دائما ما هو بشكل ايجابي ولا هو بشكل واقعي، فعشان كذا المنتخب كل ما له في 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 مشكله عندنا فيه، والمشكله ما هي يعني، وسبق اني قلتها في اكثر من مره، وهذا ليس دفاعا عن الاتحاد السعودي لكره القدم. الاتحاد السعودي لكره القدم لا يستطيع أن يعد اللاعبين، اللاعبين يأتون من الأندية. عندما تجد المنتخب لا يحضر لاعبين متميزين موجودين في الـ في الـ في الأندية، وهناك مشكلة في اتحاد القدم وفي المنتخب. ولكن إذا كان جل اللاعبين وأفضل اللاعبين واللاعبين اللي يعني لا يختلف عليهم أحد موجودين في المنتخب، فهذا دليل أن السوء في الأندية وليس في المنتخب. فالمخرجات من الأندية من اللاعبين لا تعطينا لا تعطي المنتخب. طيب، السعودي توهج خارجي. ربما نتحدث كثيرا عن هذه المسألة، لكن أمل أن يكون ذلك في أيام قادمة نفتح فيها ملفات عديدة، لكن لأنه خبر اليوم ظهر لنا في جدة. المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة اللجنة العامة للانتخابات عقد اجتماعه الأول في المناطق، بدأ بجدة حيث وجه دعوة عامة أن تذكرتم يوم الخميس الماضي عبر برنامج الملعب. اليوم تابعنا هذا الاجتماع الذي عقد في مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وخرجنا أولا بحصيلة ربما بدأت قليلة من الحضور الذي تواجد مساء اليوم. نتابع هذه اللقطات. بالنسبة للاعبين في الحقيقة وضعوا بعض الشروط الأساسية للاعبين الذين يحق لهم الترشح لأن يكونوا ممثلين أو ممثلين لفئة اللاعبين في الجمعية العمومية. طبعا إحنا حيكون في عندنا فئتين من كل شريحة، ناس ترشح نفسها وناس ترشحها، فلما نضع شروط مثلا ما تنطبق إلا على قلة من الأعداد، فهذا معناته أنه هذول هم اللي سيتم انتخابهم من الجميع. فإحنا في المستقبل في خطوات لاحقة هنطلب جرد اللاعبين، وهنقول للناس اللي بده يشارك في العملية يسجل اسمه حتى نستطيع أنه نسجل العملية الانتخابية، وهذه أمور سنعلن عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن المهم اليوم نضع شروط ومواصفات اللاعبين والمدربين والحكام اللي تنطبق عليهم الشروط. الاجتماع الأول وأكد عليه في الاجتماع الثاني أنه بالنسبة للاعبين يجب أن يكون جامعي، ويجب أن يكون معتزل،
وكانت هذه من أهم الشروط المطلوبة. وبالنسبة للاعبين في فئتين، في محترف وفي هواة. فبالنسبة للاعبين المحترفين تحدثوا أن يكون على الأقل أبضى في الاحتراف 5 سنوات. وفي الاجتماع الثاني في الحقيقة من حضر من اللاعبين أكدوا على هذه الشروط اللي ممكن أن تكون في شخص المرشح للعملية الانتخابية. هذا جانب من النقاش الذي دار في الاجتماع اليوم. طبعا كان يتحدث الدكتور ماجد لمن حضر، من حضر وكانوا تقريبا 7 وفقا للزميل عمار بحكيم الذي تابع تفاصيل هذا الاجتماع. الدكتور ماجد كان يتحدث عن الاشتراطات أو المعايير التي وضعت في الاجتماعين السابقين في الرياض، كان يتحدث عن الاشتراطات التي وضعت وإمكانية مناقشتها. تحدث فيما يخص اللاعبين أولا عن المؤهل الخاص بالمؤهل العلمي، ثم إن كان اللاعب يمارس أو لا يمارس الرياضة في هذه أو كرة القدم في هذه الفترة، قال أنه يجب أن يكون معتزلا. أستمع لتعليقك سلطان. هي مرحلة مناقشة؟ أنت تبغى تتكلم بصفة عامة ولا على ما على هذا الاجتماع؟ شوف من أي ناحية؟ هذه المعايير. على المعايير. هو فيما يبدو أنه يأخذ المعايير الموجودة في الرياض يناقش فيها منهم يتواجدون في جدة اليوم مثلا. والله شوف هو أعتقد أول شيء إن 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 وجود كاميرا رياضية في الاجتماع، أعتقد أن هذا يعني شيء جيد، وشفافية من اللجنة العامة للانتخابات أنها تضع المشاهد في الصورة. الحضور السيء من اللاعبين وتفاعلهم مع 7 تقريبا، يعني للأسف أن اللاعبين إلى الآن ما أثبتوا لنا بأنهم على قدر المسؤولية فعلا. يعني عندك الآن اجتماع في الرياض ما حضر، يعني أسماء كبيرة من اللاعبين ما حضرت، والآن في جدة تتكلم عن 7 مجمل الحضور كلهم، يعني وانت تتكلم عن 153 نادي موجوده في السعوديه، وتتكلم كم لاعب كره قدم. هي ما هي محصوره على انديه معينه، وجميع لاعبين كره القدم في السعوديه هم جزء من هذا المنظومه، جزء من العمل اللي قاعد يصير. عندما نتكلم عن الاشتراطات، يمكن انا يعني في ناس تقول لا والله الشهاده مطلوبه، ويفترض ان اللي يترشح يكون على يعني قدر المسؤوليه، ويكون عنده الالمام العلمي والمهني في نفس الوقت. وفي الفئه الثانيه ممكن تقول لك لا والله غالبيه اللاعبين يمكن يعني واللاعبين الجماهيريين حتى يمكن ما يحمل الشهاده الثانويه بعضهم، فبالتالي انت يعني تقلص عدد اللاعبين اللي موجودين. فالامر متروك للاعبين، هم من يقرر هذا الشيء، ويفترض ان يكون لهم حضور قوي وتفاعل، ويساهمون في 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 صناعه هذه الرابطه او هذا التجمع الذي غدا سيكون هو المدافع عن حقوقهم وعن رغباتهم وتحقيق اللي يعني احنا نشاهد اكثر اللعيبه يقول والله احنا مظلومين حتى في عقودنا، ان يعني بعض العقود الاحترافيه الموجوده الان تقف مع النادي ضد اللاعب. فبالتالي من خلال هذه الروابط، من خلال هذه التجمعات، هم يستطيعون ان يعني يضع المنظومه والطريقه الصحيحه للتعامل معهم في انديتهم ومع الاتحاد السعودي. طيب نحن نتابع اللقطات التي وردتنا، هي قبل قليل وصلتنا اللقطات، وكان الاستاذ الدكتور ماجد كروب هو من ترأس هذا الاجتماع، تواجد الاستاذ احمد صادق دياب رئيس لجنه الاعلام والاحصاء، وكنا قد تابعنا ان حتى الزملاء العدد من الزملاء الاعلاميين تواجدوا في الاجتماع. عبد الله فلاته، كيف تعلق؟ اولا الحديث كان ربما الذي اثار كثيرا من النقاش في هذا الاجتماع دار حول المؤهل العلمي بالنسبه للاعبين، وأيضا شهادة التدريب المعتمدة بالنسبة للمدربين فيما نعتبر أن شهادة التدريب يفترض أن تنحصر في الحاصلين على الفئة A، وفي من قال أنه يفترض أن تتاح الفرصة لمن حصل على B. أولا بالنسبة للحضور السيء للمرة الثانية على التوالي، الحضور محدود. آلية الدعوة، أنا سمعت الدكتور ماجد قاروب كان يتكلم أنه الدعوة متاحة ومفتوحة، لابد أنه آلية دعوة اللاعبين تكون مختلفة تماما. وإذا حتتكلم في شهادات جامعية وتبى اللاعبين يجوا عشان يكونوا جامعيين، فالعدد حيكون طبيعي قليل. إنما شهادة التدريب، لو انتقلنا موضوع شهادة التدريب واشتراط شهادة التدريب والآخره، أنا أذكر يعني تجربة في ألمانيا أحد الدول المتقدمة كرويا، فرانس بيكنباور قابل يشرف على منتخب ألمانيا،
كان تعرف ألمانيا نظام قاسي وصارم، أصروا عليها شهادة تدريب. الرجل كان له تعليق في دي النقطة، أنا أمضيت حياتي الكروية في الملاعب، ما أحتاج لأحد يقيمني، وفي النهاية درب ألمانيا وحقق كاس العالم 90. كرة القدم ما هي بالشهادات، بالتجربة الميدانية ودرجة حد يعني تعليمية يكون متوسطة، مو شرط أنه يكون حامل شهادة بكلاريوس علشان يكون له دور في اتحاد طيب. الكرة لابد البحث عن آليات أخرى بما يضمن مشاركة أكبر، إنما إذا حنختصر الموضوع الجامعيين وإلى آخره بدل منطق وبدل لغة فمعناته العدد حيكون قليل. لا هو 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 في الدعوة عبد الله ما وضح مسألة أن تكون فقط محصورة للجامعيين، هي هو في تصريحه قال أنها دعوة عامة وأعلن هذا حتى يمكن عبر كل وسائل الإعلام. أيوة فاهم أنا عفوا، في الدعوة هي دعوة عامة ودعوة متاحة للجميع، ولما اسمع المدعو أصلا ما له دعوة خاصة ولا في آلية للدعوة ولا في آلية للتواصل مع اللاعبين حتى من خلال أنديتهم لجل يكون في دعوة صحيح. تقول لي تعالوا بس ما في الغالب ما حيتفاعل اللاعب وما حيجي، ودول اللاعب لهم تاريخهم، ويفترض يكون في تنسيق ما بين اتحاد الكرة مع الأندية في توجيه الدعوات اللاعبين بما يضمن تحقيق حضور فعال ونجاح للاجتماعات، أما بالطريقة دي أنا أعتبرها عشوائية. تفضل سلطان. لو تسمح لي أستاذ عبد الله في النقطة هذه يمكن أن أختلف فيك، هيئة الصحفيين مثلا في انتخاباتها ما وجهت الدعوة لكل صحفي على حدة، حتى اللي لديهم عضويات في هيئة الصحفيين لم يعني توجه الدعوة لكل صحفي عضو موجود في الهيئة أن يقوم بالمشاركة. كان في إعلان عبر وسائل الإعلام بأن الجمعية العمومية سوف تعقد في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني على الأعضاء اللي لديهم الرغبة في الحضور أو اللي ما له رغبة يقدر يوكل أحد. في الجانب الآخر الأعضاء الغير مشاركين في الهيئة أيضا وليس لديهم عضوية آخر مهلة لتسديد الاشتراك في اليوم الفلاني لكي تكون عضو، فبالتالي مسألة تختلف سلطان. لا دقيقة اسمح لي. اختلف الوضع. لا ما تختلف. أنت تتكلم عن 153 نادي، هل تبغاني أوجه الدعوة لكل لاعب في النادي مثلا؟ هل تبغاني أوجه دعوة لكل نادي؟ لا أخوي سلطان عفوا. اسمح لي اسمح لي أستاذ عبد الله. فبالتالي أنا لما أطلع أقول أنا عندي اجتماع في اليوم الفلاني، الدعوة لكم يا أيها اللاعبين والمدربين والإداريين، هذا العمل لكم. يعني تخيل أن لجنة الانتخابات أو الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع النظام والقانون وما استشار أحد، لا قامت الدنيا ولم تقل، ما حد استشارنا ولا حد عبر رأيه. لما أنا أطلع وأقول الدعوة للجميع من غير ما أخص أحد بشخصه أو بذاته، فهل هذا خطأ؟ تفضل عبد الله. عفوا، هي لما تقول هيئة يعني هذه رابطة بتجمع الإعلاميين بشكل عام، أنت بتتكلم لا ما هي رابطة، هذه هيئة أستاذ عبد الله. كونت يعني كونت انتهت هيئة، هو يقصد عبد الله أنها كونت انتهت. احنا لازلنا في مرحلة الاحتياج لمثل هؤلاء اللاعبين أو للمدربين أو الحكام من أجل أن نصل إلى ما نسميه سواء رابطة أو هيئة أو أي جانب آخر. هل تبغى ندعي اللاعبين كلهم؟ كل لاعب أرسل لا ما تجي اللاعبين كلهم أخويا سلطان، ولو أنت وجهت الدعوة متاحة وقلت كل من عجبه انه يحضر يحضر ممكن القاعة ما تشيلهم لو تفاعلوا كلهم. ممتاز. لكن اجي انا ما القى لي موقع. ممتاز. لابد يا اخوي سلطان يكون في تنسيق وفي آلية ومن خلال الاندية توجه الدعوات بشكل رسمي. انا لما القى دعوة موجهة لي باسمي بشخصي احس لو ما حضرت حكون غايب. طيب. حتفاعل وححضر، انما كل مين اراد انه يحضر يحضر، القاعة 900 حيجوا 500، طيب 400 برا الباب. طيب. لازم يكون في تنسيق ويكون في ترتيب ويكون في تنظيم وفي آلية للاجتماع علشان ينجح. طيب. اما العشوائيه ما تنجح الاجتماع. طيب ممتاز، انت قلت دعوه سريع عشان نسمع الدكتور قاروب وش قال بعدها. هو يقول دعوه شخصيه، يعني هل تبغى الاتحاد السعودي ولجنه الانتخابات ترسل لكل لاعب دعوه باسمه؟ لا مو كل لاعب يا سلطان. طيب. العباره واضحه، من خلال الانديه يتم التنسيق، من خلال الانديه يتم التنسيق، خلي كل نادي 2-3-5 حسب النادي، حسب مميزات النادي والأندية. افترض هي كأندية فيها ألف فيها باء والمعايير موضوعية، حتى الأندية لما توجه اللاعبين ما هي بالهواء الشخصية، على معيار موضوعي من خلال ممارسته، من خلال خبرته، من خلال تمكنه، من خلال قدرته على طرح آراء، على طرح أفكار في الاجتماع. طيب. أنا طيب. ممكن أقول الدعوة مفتوحة ومتاحة. طيب. هل تعلم اللاعبين ما يملكوا فكرة أصلا؟ هل تعلم أن في أول اجتماع تم توجيه دعوات بالأسماء كما تريد وما حضره وما حضره؟ متى وجهت الدعوات؟ أول اجتماع متى وجهت الدعوات؟ الفترة الزمنية كانت كافية لوصول الدعوة وحضور اللاعبين، وقالوا حتى على كل واحد يبغى يحضر عليه التنسيق مع اتحاد القدم واحنا نأمل له الحجز والتكاليف. لا لا يحضرون على حسابهم. لا أبدا، في خطاب راح.
انا اعرف جيدا انهم حضروا على حسابه. اي في ناس يمكن ما نسقوا، هو حضر على حسابه. والله اخوي سلطان طيب. ما كان في تنظيم بالشكل الكافي، بالعكس طيب. اللاعبين القدامى يحبوا يطرحوا افكارهم واحنا بنتابعهم في وسائل الاعلام وبعضهم عندهم اراء نيره ومتابعه. طيب نذهب فقط لمتابعه بس. لا لو تسمح لي استاذ عبد الله، اللاعبين انت تتكلم عنهم، في لاعبين كانوا اعضاء في الاتحاد السعودي لكره القدم، في بعض اللجان ما كانوا يحضروا الاجتماعات حتى. طيب وبالتالي بس خلينا نوزن الامور. متابع تصريح للدكتور ماجد قاروب اذا ممكن يظهر معنا التصريح. وفي الحقيقة هذا إن شاء الله سيؤكد على حياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وأنا في الحقيقة أعول على الإعلام، الإعلام الرياضي البناء الذي سيساهم في ممارسة انتخابية إن شاء الله تعالى يستفيد منها كافة شرائح المجتمع السعودي من خلال الإعلام الرياضي. تفاعل الحضور أكثر من رائع، لأنه في الحقيقة عادة سواء كان في الوسط الرياضي أو غيره من يحضر إلى اجتماع له هدف في هذا الاجتماع، وهذا الهدف هو اللي أساسه الرغبة والحماس للموضوع، وبالتالي لما يجي يكون رجل متفاعل. وفي الحقيقة أنا شخصيا استفدت من جميع الأخوان اللي جو بجميع أطروحاتهم. بعد اجتماع الشرقية في الحقيقة لازم أبتدي أضع تصور مبدئي، ولأنه في شهر في تاريخ 3 ميلادي يوم 3 في الشهر القادم الميلادي حيكون في عندي لقاء في الفيفا، فحنبدأ وضع التصور الأول، وبعد عودتي مباشرة حيكون عندي لقاء في المنطقة الجنوبية مع الرياضيين، وبقوا آخر في المنطقة الشمالية في القصيم وندعو الرياضيين من المنطقة حتى تكون عندنا التصور كامل. في الحقيقة كان عندي عدة نقاط. الأولى عدم إيمان الوسط الرياضي بحقيقة الانتخابات، ولكن الحضور بالرغم من العدد اللي أنتوا وصفتوه بالقليل لكن أنا أوصفه بالإيجابي جدا والممتاز والكافي كان جدا مهم بالنسبة لي. السبب هو زي ما شرحنا في الاجتماع أنه كان لابد من التدرج في بعض الأمور. من الصعب جدا أنك تنقل الوسط الرياضي من مرحلة إلى مرحلة مختلفة تماما بصورة جذرية. تصريح الدكتور ماجد قاروب، شكرا لعمار باحكيم تابع تفاصيل هذا الاجتماع، سنعود للتعليق عليه، ولكن أذهب إلى فاصل بعده ونعود للجزء الرابع في برنامج الملعب وفيه نتابع. لاعب النصر في زيارة للرعاية المتطورة بالرياض. ناصر الشمراني من نادي الشباب. تيسير الجاسم لاعب نادي الاهلي. اللاعب محمد نور نادي الاتحاد. افضل لاعب في الدوري السعودي محمد نور. تيسير الجاسم في نادي الاهلي. افضل لاعب لهذا الموسم محمد نور لاعب نادي الاتحاد. لاعب الاتحاد محمد نور. افضل لاعب لهذا الموسم محمد السهلاوي نادي النصر. نايف هزازي لنادي الاتحاد. افضل لاعب لهذا الموسم محمد شلهوب نادي الهلال. أهلا بكم في الجزء الرابع والأخير من برنامج الملعب، وأرحب بضيفي الكريمين عبد الله فلات وسلطان رديف. سلطان، كان الحديث أو التصريح كان للدكتور ماجد قاروب، هو يرى أن الاجتماع إيجابي على الرغم من أن الحضور قليل. فقط للتذكير، الكابتن والمحلل في القنوات الرياضية حمود السلوى قال أنه في رسالة أنه حضر في اجتماعين أو في الاجتماعين الماضيين على حسابه الخاص، هو الأستاذ غازي كيال ومجموعة أخرى
من ضمن الأسباب التي قالها؟ ممكن أنت ترى إيجابي الاستماع. ممكن أكون غلطان أنا في في نفس الوقت، ولكن يفترض لما تدعو أحد أن تستضيفه يعني، وإذا ما كان في استضافة له هذا خطأ يعني. لما أجي أنا وأحمل شخص تكاليف إنه يحضر من منطقة يعني مثل من حائل مثلاً، مثل الأخ حمود لما يحضر من حائل إلى 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 الرياض على حساب الشخصي، أعتقد أن هذا يعني دليل على اهتمامه هو. صحيح. فبالتالي لابد أن يشكر عليه. تصريح الدكتور أتوقع أنا لما يحضر حتى واحد لابد أن يقابل بالتقدير والشكر والامتنان. لكن كنا نتوقع أكثر أن يكون. يفترض أن التقصير يكون من سلطان أنت ترى؟ أتوقع التقصير من لم يجب الدعوة. أنا لما أدعوك ولا تجيب الدعوة فهذا تقصير منك وليس مني. أنا لما أذهب إليك في مدينتك وفي محافظتك ولا تحضر هذا تقصير منك وليس. طيب عبد الله، المبادرة لا يفترض أنها تكون موجودة في مثل هذه الحالات؟ المبادرة طبعا مطلوبة، لكن أنا أعتقد أن الدعوة يجب أن تكون دعوة منظمة وواضحة وفي جدول لما سيتم خلال الاجتماع يطرح، سيتم خلال اجتماع مناقشة التالي وهذه بنودنا وإلى آخره. إنما بالطريقة اللي تمت فأنا ما أتوقع الصراحة يعني للأسف أي نجاح. وأشكر الكابتن القدير الأستاذ حمود السلوى اللي أكد على الكلام اللي نحن بنقوله. الناس اجتهدت وراحت، بنقول اللاعبين القدامى عندهم مبادرة أو طلعوا بتذاكر على حسابهم الخاص من خلال حرصهم على تطور الكرة السعودية، وإلا ما حضر أنا ما أقدر ألومهم، بس أتمنى أن يكون في آلية مناسبة للتعامل لضمان الحضور الأكبر والمشاركة الفعالة. ولما يكون في خطأ هنقوله بصريح العبارة. طيب. الخطأ في تنظيم الاجتماع وفي توجيه الدعوات. طيب عبر الهاتف أرحب بجمال فرحان وهو اللاعب السابق وهو أيضا مدير عام فريق كرة القدم لنادي الاتحاد سابقا خلال هذا الموسم. أستاذ جمال صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ جمال. صباح الخير أخوي رجاء الله، وصباح الخير لضيوفك الكرام. يا هلا. يوم الجمعة الماضي كنت قد قلت لي أنك ستحضر هذا الاجتماع، اليوم لم تحضر. أنا طلبت من مراسلنا أن يتابع عما إذا كان جمال فرحان قد حضر أم لا. تفضل. إيه نعم أخوي رجاء الله، مثل ما قلت أنه أظن أن الدعوة عامة للجميع لعيبة القدامة، ولكن للأسف لاحظت أن في خطابات أرسلت للنادي نادي الاتحاد ورشح الأخ عبد الله فوال، فإنها الدعوة كانت دعوة فيه ما هي دعوة عامة، عشان كذا أنا ما حضرت هذا الاجتماع سبب أن أرسل خطاب النادي الاتحاد يرشح فيه عبد الله فوال، فلذلك ما حبيت أني أحضر لأنها العملية ما هي دعوة عامة. أها ليست دعوة عامة. لا لو لا جاء خطاب رسمي لنادي الاتحاد رشح فيها عبد الله فوال للحضور. نادي يرشح. طيب هذه واضحه لا انه لا ما هي واضحه. إيه نعم. كيف ما هي هل النادي اللي رشح ولا الاتحاد السعودي اللي رشح؟ لا الاتحاد السعودي هو اللي ارسل خطاب. ارسل خطاب ذكر اسم اللاعب ولا طلب من النادي انه يرشح لاعب؟ ذكر اسم اللاعب حضور اخوي عبد الله فوال. ولذلك انت ما استطعت ان تذهب لان الدعوه موجهه لشخص بعينه. إيه هذا هو، فان الدعوه عامه صح. يعني وهذا شيء راجع لهم، وأنا حقيقة أي أحد يحضر الدعوة العامة لا يرشح لا ترسل خطابات لأشخاص معينين. صحيح. فهم أرسلوا خطاب رسمي حقيقة لعبد الله فوال. أنا نسيت مع عبد الله فوال تكلمت أنا كنت أنا بحضر، فقال لا عبد الله أنا جاني خطاب رسمي عن طريق الاتحاد السعودي يحضر، فاضطريت قلت العملية الناس محددين في الاختيار، فما معقولة في خطابات ترسل للأندية وترشح أحد وأنا أجي صحيح بدون دعوة. صحيح. فاضطريت ولا أنا والله كنت ناوي حتى أنا نسيت إني بروح. لا صحيح أستاذ جمال، أنت قلت لي في الاجتماع السابق أنه طالما دعوة عامة فإنني سأحضر. طبعا. طيب نعم. عبد الله بحضر يوم شفت في دعوة خاصة لأشخاص معينين طبعا اضطريت إني معه. طيب هذا امر انت تكشف عنه، والكل كان يتحدث عنها دعوه عامه. عبد الله فلات لك حديث مداخله تفضل. لا بس انا لا اعرفه انه الدعوه زي ما تفضل برضو الاخ سلطان، في المره الاولى كانت محدده بالاسماء، والمره الثانيه الا في جده هو الكابتن. طيب جمال ما حضر استاذ عبد الله، ما حد حضر.
يعني انت لما تحدد بالاسماء ما حد يحضر، ولما تقول دعوه لا بس الان الجديد في الامر يا استاذ سلطان، الجديد الان ان ان استاذ سلطان ان الاخ جمال فرحان قال ان في دعوه ارسلت باسم لشخص باسم معين، هذا لازم استاذ سلطان لازم نتاكد منها اول شيء. لازم الاتحاد السعودي اكيد اكد الاتحاد السعودي هذه غلطه، هو نفس الكابتن جمال استاذ جمال اطلع على لازم انت تتاكد. تفضل عبد الله فواز بدي احضر قلت له انت تقدر، وقال لي نعم جتني دعوه باسمي، وكلم جمال عسيري امين النادي في النادي الاتحاد تاكد فحوى قال له جانا خطاب رسمي باسمك انك تحضر هذا المجلس، واضطريت ان العمليه ما هي دعوه عامه موجهه يعني الدعوه عامه انك انت لازم تاكد تحضر اي اسم شخص. طيب فتقول لمن يحضر يحضر، اما اذا حددت اسماء فيعتبر ان العمليه محسومه، معناته ان الواحد يحشر نفسه بشيء غير، وانا حقيقه احترم اراءهم واحترم اشياءهم اللي هم يتخذونه. ابدا هذا امر مبرر كابتن، طالما ان الامر موجه إيه نعم. لشخص بعينه هذا إيه؟ هذا ينتفي مع الدعوه العامه إيه؟ طالما قلت انك متاكد من هذه المساله شكرا لك. وانا نعم. تكلمت مع عبد الله فوال في الشيء هذا، وهذا امبارح الكلام، وعلى اني انا متجه حقيقه. شكرا جزيلا لك استاذ جمال فرحان، موضحا موقفه من هذه المساله، يعني مهم جدا طالما أنه بهذا الوضوح فهذا يعني أنه هو أصلا لديه الرغبة في الحضور، لكن طالما الأمر موجود. أول شيء في معلومة بأكدها وأبلغ الأستاذ حمود السلوى أنه يراجع اتحاد القدم وراح يعطونا أي الآن لا بس هي النقطة لو تسمح لي سريعا عبد الله سريعا أنا الواضح أنه في تضارب، المرة الأولى دعوات وجهت وبعدين المرة الثانية زي ما أعلن الدكتور ماجد أنه الدعوة متاحة ومفتوحة لكل مين غير كده الدعوة، نحن نتكلم متى وجهت ومتى وصلت وهل صحيح. بالفعل كان في استضافة ما في استضافة، لا في تذاكر طيب. لا في تهيئة ولا أجواء، دعوة أرسلت فقط لا غير، وفي المرة الثانية اختلف الوضع. طيب كل هذا الأمر نتركه مطروحا لمن يريد أن يجيب. كان معنا جمال فرحان موضحا موقفه من هذا الأمر، قال أنه كان ينوي الحضور بعد أن أعلن عن أن الدعوة عامة، لكن ذلك بعد أن تأكد من أن الدعوة وجهت لزميل عبد الله فوال، أراد ألا يحضر، وهذا أمر الدعوات الخاصة فيها سلبية الآن؟ لا ليست فيها سلبية، بس احنا نتكلم عن أنه وجهت دعوة عامة. طيب لذلك يبقى هذا السؤال مطروحا للتأكد، لنفترض ما وجهت، لماذا حدث هذا؟ لنفترض ما وجهت دعوة عامة، وجهت للاعبين دون لاعبين. طيب يعني ما عندي وقت كثير في هذه المسألة، لكن أكيد أننا متى ما أتيحت الفرصة سنناقش هذا الأمر. في الرياض قام لاعب والنصر بزيارة للمركز الرعاية المتطورة يوم الاثنين الماضي، نتابع تفاصيل هذه الزيارة. شيء جدا رائع لما نساندهم، نساند الإعاقة الذهنية والإعاقة البصرية والإعاقات اللي فيها، لابد أن نكون واقفين معهم ونحضر لهم من كل مكان، يعني شيء جميل ويفرحهم، لازم نكون معهم متواصلين كل فترة، يعني نحن نجيهم. هذا اليوم يعني بالنسبة لي أنا يعني لي شيء كثير وشيء كبير، وقبل كل شيء هذا يعني واجب إنساني، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر في المجيء إلى الأماكن أخواننا المعاقين، فيعني أتمنى لهم إن شاء الله الشفاء إن شاء الله، وأتمنى لهم الخير، وإن شاء الله بإذن الله يعني راح نكلل الجاية هذه وراح نساندهم إن شاء الله في أيامهم الجاية بإذن الله. شكرا للزميل سمير الصوفي، هذه الزيارة كانت لمركز الرعاية المتطورة في جدة وليس في الرياض. سمير الصوفي كان من تابع، شكرا لمثل هذه الزيارات الخيرة الزيارات المميزة اللي نمتدحها دائما. أذهب فقط للتذكير بأبرز عناوين هذه الحلقة. محاولات اختراق منظمة تعطل بيع تذاكر نهائي الدوري. 200,000 طلب في الساعة الأولى توقف النظام وتؤجل البيع.
شركة صلة تعتذر عبر الملعب وتؤكد استعدنا السيطرة ظهرا. المؤهل العلمي وشهادة التدريب تثيران جدلا بين الرياضيين في جدة. مطالب مالية تثير أزمة بين وليد عبد ربه والشباب قبيلة مواجهة الحسم. والاتفاق يواصل صدارة مجموعته آسيويا ويعلن التأهل للدور الثاني. أشكر ضيفي الكريمين عبد الله فلات السلطان رديف، شكرا جزيلا أستاذ عبد الله فلات رئيس القسم الرياضي، أسعد بلقياك إن شاء الله في مرات قادمة. دقيقة قبل ما يزعل علينا الأستاذ عبد الله، شوف أي واحد راح الحساب يروح ياخذ فلوس. طيب. يعني لا لا تزعل. هذا قرار. لا ما في زعل، بالعكس احنا تحاورنا وتناقشنا وكلنا هدفنا الأفضل للكرة السعودية. أشكرك وأشكر الأستاذ رجا والسادة المشاهدين جميعا. شكرا عبد الله فلات رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة، شكرا سلطان رديف الكاتب والزميل الإعلامي بصحيفة الرياضية، أمل أن ألقاك في المرات القادمة. أيضا شكر للزملاء الأعزاء، أيضا القحطاني مدير التحرير محمد ثواب، فهد الغامدي، فيصل العصيمي وسهل الغانمي وبقية الطاقم التحرير لهذا البرنامج، سلطان الفريدي مخرج هذه الحلقة لبرنامج الملعب، كافة المصورين والفنيين ورئيس التحرير غانم القحطاني. هذه أجمل تحية، ألقاكم يوم غد مع المزيد من الأخبار والمتابعات. إلى اللقاء.